Hello everybody, I hope you're good and happy. Hello everyone, I hope you're good and fine. Today we are talking about models of deduction. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم سنتكلم عن models of deduction. بعد ما تعرفنا على models في part number 1, دابا هنتعرفوا على models of deduction في part 2, في الجزء الثاني من models. وهذا models of deduction وما يسي الأفعال اللي تعرفنا عليهم أو الأفعال المساعدة اللي هي can, could, may and might and so on. أوكي. ولكن طريقة استدلالية, يعني أنا نهار الوطني مشي غادي نلحق ندير كان ولا غادي نجي وندير ماست ولا ندير كانت, إلا وبعبارة أو جملة أخرى اللي غتخليني ندير, يعني تكون مفاتيح, يعني هو ما يسمى الاستدلال, يعني بواحد الجملة غادي نعرف أو بعض المفاتيح اللي غادي نتعرفوا عليها اليوم. لنبدأ بالمودلز اوف ديدكشن ان ذا بريزنت. المودلز ديال الاستدلال في الحاضر, كاين عندنا البوسيبيليتي والامبوسيبيليتي السيرتينتي, يعني هاد ثلاثه ديال الفانكشنز. نشوفوا شكون اللي غيلعب الدور ديال البوسيبيليتي. عندنا كان, كود, ماي اند مايت, هادو بربعه بهم كيلعبوا الدور ديال البوسيبيليتي. بعد ما شفناهم ان كان عنده بزاف ديال الفانكشن انت اليوم كيتجمعوا بربعه فانكشن وحده, يعني سهلت القضيه بزاف. يعني كان ولا كود ولا ماي ولا مايت بربعه كيلعبوا هنا البوسيبيليتي. نعطيو اكزامبل, احمد لوكس بيل, احمد يبدو شاحبا. هي كان بيسك, يقدر يكون مريض ولا يقدر يكون مخلوع. اوكي, المهم على حساب, يعني هنا بحال كنقول اي ام نوت شور. اوكي, يقدر يكون عنده غير شي مشكل انت. اكزامبل نمبر 2, دي مي بي مريض بات اي ام نوت شور. يقدروا هذوك الجوج اللي كنشوفهم راهم دايزين مزوجين ولكن انا ما متاكدش, يعني هذيك نوت شور كتخليني نهار الامتحان انني سواء كانوا عاطيني في الخيارات ماي ولا كود ولا ماي ولا مايت نحطها, لانهم بربعه كيلعبوا الدور ديال البوسيبيليتي وما يمكنش يحطوا لي بربعه في الدقه. اوكي, لانهم كيلعبوا الدور ديال الفانكشن وحده اللي هي الامكانيه او الاحتمال. ندوزو المثال رقم 3, هي كود بي اور نيو تيتشر بات ام نوت شور. اوكي, ولا perhaps ولا probably. perhaps probably كيعني ربما, وهاد ربما حتى هي كتزيد تاكد ليا انني خاصني نحط واحد من هاد المودلز اللي كيلعبوا الدور ديال الاحتمال اللي هما كان ولا كود ولا ماي ولا مايت, على حساب هما شنو غيحطوا لي نهار الامتحان في الخيارات. نبداو اكزامبل نمبر 4, they speak English, they might be from England. تيهضروا لونجلي, ما كيهضروش لونجلي يعني رجال, اكيد انهم من انجليز. كيهضروا, يقدروا يكونوا من انجليز, يقدروا لا يكونوا من فرنسا وكيهضروا لونجلي, يقدروا يكونوا مغاربه وكيهضروا لونجلي انت. هذا هو ما يسمى الاستدلال, يعني سواء كانت مايت ولا ماي ولا كان ولا كود راه كيعبروا كاملين على بوسيبيليتي. ونقعقل على هاد المفاتيح اللي هما نوت شور, نوت شور ما متاكدش. اوكي, ولا ما متاكدينش, المهم تكون نوت شور, يعني تقدر تكون كان شور, ايزن شور, ان سو ان نوت شور ان سو ان, و بيرهابس او بروبابلي زائد عبارات اخرى اللي كتعبر على البوسيبيليتي. ندوزو دابا الكانت وكودنت اللي كيعبروا على الامبوسيبيليتي, كيعبروا على الاستحاله, بحال كنقول مستحيل تكون هاد الحاجه هادي. نعطيو مثال, ذا مان اوفر ذير كانت بي امين, هذاك الراجل اللي واقف لي ولا ذاك الولد اللي واقف لي مستحيل يكون امين. شنو اللي خلينا انا ندير هذيك كانت ولا كودنت, يعني مستحيل هي امين ايزين مراكش مثلا. انا ساكن في الرباط نقول لكم امين راه في مراكش, يعني انا عارف امين في مراكش مستحيل يكون اليوم في الرباط. اوكي, انت مثلا في ولد مراكش تقول زي مستحيل يكون اليوم في الرباط, انت ولد اكادير تقول مستحيل يكون مثلا في النيجليز انت, يعني راه في النيجليز, يعني مستحيل يكون هذاك هو امين لانه هو مشى النيجليز في عطله انت, يعني هذا هو اللي غيخلينا نديرو حنا هذيك كانت. هذا هو الاستدلال, يعني وكاين واحد العباره اخرى اللي كتخلينا انا نحسو بالاستحاله ديال فعل هذاك الشيء, ومن كنحسو بالاستحاله كنديرو كانت اور كودنت. ندوزو دابا الماس اللي كتعبر على السيرتينتي, على اليقين. شي ماست بي هير سيستر, دي لوك الايك, اكيد غتكون اختها. شنو اللي خلاني ندير هذيك اكيد, دي لوك الايك كيتشابهو, دي لوك الايك بحالها بحالها. اوكي, كنت ثابت في الجمله الثانيه, they don't look alike, شنو غادي ندير؟ واش غندير she must be her sister, اكيد خوتها واخا ما كيتشابوش, غندير she can't be her sister, مستحيل تكون خدتها ما كيتشابوش. شو هنا must ضد ديالها هو can't. نمشيو للمثال الثاني, look at Tom, he has just bought another new car, he must be rich. شوف توم يلا كيشري طوموبيله جديده, اكيد غادي يكون لاباس عليه, غادي يكون غني. نغيروا هذيك ريتش اللي هي غني بكلمه بور اللي هي فقير, ونشوفوا شنو غادي نديروا. لوك ات توم, هي هاز
just bought another new car. شوف توم يلقي جرى طنوبيلة جديدة. He can't be poor. مستحيل يكون فقير. هذا هو علاش نسموهم deduction الاستدلال. نتمنى تكون الفكرة وصلت وفهمتونا المودلز of deduction in present. وغندوزو دابا المودلز of deduction in the past. وغنشوفو دابا عاوتاني possibility والimpossibility certainty وايضا غادي نشوفو الادفايس مع الكريتيسيزم وايضا absence of necessity. هنا المودلز في الباست مع قال دابا كان الباست ديالو هو كود or something like this كيف ما شفنا في الجزء الاول من المودلز. لان الحاجه اللي خاص يعرفوها التلاميذ الثانيه بكالوريا انهم ما كيتمتحنوش فقط في الدروس اللي عندهم في البكالوريا وانما من ترون كوما وهما كي الدروس اللي عندهم سوف ترون كوما ولا في الاولى باك يعني محسوبه يعني كنلقاوها بعض المرات في الامتحانات الوطنيه. لهذا خاص ياخذوا الدرس بشكل كلي يعني من نعرف المدرس راه خاصني ناخذهم كيف ما قريتهم في الترون كوما وكيف ما قريتهم في الاولى باك وكذلك في الثانيه باك. اوكي لان الدرس ما كاملش اي مقرر من المقررات اللي كاينه في البكالوريا وانما كيبقى كيف كنقول دائما المايسترو ديال صناعه الدرس هو الاستاذ بطبيعه الحال استاذكم بطبيعه الحال. هنا دوز المودلز اوف ديدكشن ان ذا باست غنبداو عاوتاني بماي او مايت وكان وكود بلس هاف بلس باست بارتيسيبل. هنا ملي كتزاد هاف يعني غادي يتصرف غير في الباست بارتيسيبل. اوكي هنا كنعرف ان الفانكشن هو البوسيبيليتي ولكن في الباست. اوكي نعطيو مثال باش نفهموا اكثر. احمد ووز بيل احمد كان البارح ولا البارح ولا السيمانه الفايته شاحب بالي البارح ولا البارح شاحب السيد كان شاحب. هي كود هاف بين سيك يقدر يكون كان مريض. اوكي يقدر يكون غير كان مخلوع اوكي ولا يقدر يكون غير كانوا عنده شي مشاكل انصو هنا الماضي. شنو اللي يخليني انا ندير كود بي ولا كود هاف بين هو هذيك احمد ووز بيل هذيك ووز مصرفه في الباست كنت تحت غير از بيل عندي غير هي كود بي سيك. المهم غادي يكونوا الخيارات وانا غادي نكون ذكي شويه. اوكي ونشوف الفيرب واش بير انفينيتيف ولا في الباست بارتيسيبل. اوكي هذه كلها امور كتعاوني انا الامتحان الوطني. نشوفوا المثال الثاني. The Browns weren't at home yesterday. يعني عائله براونز ما كانوش في الدار البارح. They might have gone out for a picnic. They might have gone out for a picnic. يعني قدر يكونوا كانوا خرجوا يتنزهوا. اوكي نزهوا. المثال رقم ثلاثة. Perhaps وسطروا على هذه كلمه perhaps ربما. He wasn't spying on you ما كانش كيتجسس عليك. اوكي He may have wanted to help you. اوكي لا كان باغي غير يساعدك. اوكي شنو اللي يخليني انا ندير may have هو اولا كاينه wanted في الباست بارتيسيبل وكاينه perhaps. اوكي وراه قلنا بحال may بحال might بحال could بحال can على حساب اللي حطوا لي انا في الخيار نهار امتحان الوطن. ندوزو الفانكشن الثانيه اللي هي الامبوسيبيليتي وبطبيعه الحال في الباست عاوتاني وهنا عندنا كانت تو كودنت بلس هاف بلس فير ان باست بارتيسيبل. يعني هي الفيرب تكون عنده اي دي يعني اهداي ولا يقدر يكون من الخانه الثالثه ديال الايريغل فيربس والطابلو عطيتو لكم بواحد الطريقه سهله باش تحفظوه ديال الافعال الشاذه. نتمنى ترجعوا الفيديو وتصنتوا ليه مزيان باش تسهلوا عليكم ميموريا ديال الحفظ ديالو. اكزامبلز باربرا can't have asked for the visa because she didn't have her passport at that time. باربرا يعني كان مستحيل انها تطلب الفيزا. علاش؟ لانه كان باقي ما عندهاش الباسبور هذيك الوقيته. يعني كان مستحيل انها تطالب الفيزا. علاش؟ لانه ما كانش عندها الباسبور في هذيك الوقيته. الانسان ما عندوش الباسبور ما يمكنش يطالب الفيزا. Example number two. He couldn't have returned from his vacation. His keys are still with me. مستحيل يكون رجع من العطله ديالو. سوارت اللي كيخلي اللي خلى عندي قبل ما يمشي يسافر ها هما باقيين معايا. اوكي هيز كيز ار ستيل وذ مي. اوكي ندوزو الفانكشن الثالثه اللي هي سيرتينتي بطبيعه الحال اللي شفناها هي ماست ولكن دابا في الباست. ماست بلس هاف بلس فيرب في الباست بارتيسيبل. نوها واز ساد يسترداي. نوها كانت حزينه البارح. شي ماست هاف هاد ا بروبلم.
اكيد كان عنده شي مشكل، اكيد كان عنده شي مشكل. اوكي مادام حزينه اكيد كان، ما نقولش ممكن عنده مشكل ولا مستحيل يكون عندها مشكل. اوكي ساو نايس. ندوزو شود ولا شودنت هاف. اوكي سواء النيجاتيف ديالهم كاملين نو بروبليم. شود كتلعب دور ديال ادفايس، وهنا في الباست لان معها هاف والفيرب في الباست بارتيسيبل. ومن كنقول شود راه هي اوتو، ومن كنقول شود راه هي هاد بيتر، وبثلاثه بهم كيلعبوا الدور ديال الادفايس وهنا يلعبوا في الباست. نعطيو مثال، ومن كتكون شودنت في النيجاتيف راه غالبا كتمثل كريتيسيزم يعني الانتقاد. يو شود هاف فولود يور فادرز ادفايس، كان حسن ليك، كان حسن ليك تبع النصائح ديال باباك. اوكي بحال كنقول it is a good idea or it was a good idea to follow your father's advice، يعني كانت فكرة جيدة انك تتبع النصائح ديال باباك. You shouldn't have said that، ما كانش عليك تقول هكا. اوكي ما كانش عليك تقول هكا، shame on you، عار عليك، عيب عليك. اوكي you ought to have helped her، كان عليك صاحبي تعاونها، كان عليك تعاونها. اوكي you ought to، هي you should have helped her. مثال رابع، he oughtn't to have lied to his parents، ما كانش عليه يكذب على والديه. هنا شود ولا اوتو ولا هاد بيتر كيلعبوا الدور ديال الادفايس، النصيحه الادفايس. ومن كنزيدو عليهم هاف والفيرب بطبيعة الحال كيكون في الباست بارتيسيبل، هنا راه كيلعبوا الادفايس في الماضي في الباست. ندوزو اخر فانكشن اليوم عندنا هو نيدنت. نيدنت بلاس هاف بلاس فيرب في الباست بارتيسيبل. نيدنت كيعبر على الابسنس اوف نيسيسيتي، someone did something that wasn't necessary، يعني واحد كيدير شي حاجه ما محتاجهاش. نعطيو اكزامبل باش تفهموا اكثر. she didn't have taken a taxi، ما كانتش محتاجه انها تشد طاكسي، شنو اللي خليني انا ندير ما كانتش محتاجه. she had plenty of time and the office wasn't far، عندها بزاف ديال الوقت او المكتب ديالها كان قريب، مكتب العمل ديالها والشركة ديالها فين كتخدم كان ما كانش بعيد. اوكي يعني ما كانش بعيد، ما كانتش محتاجه. هذه اللي خليني ندير انا نيدنت. زيد عليها اخر حاجه في الجمله كاينه it wasn't necessary، ما كانش يعني الامر ضروري، ما كانتش محتاجه هذا الامر هذا. من يشوف انا it wasn't necessary غير ندير نيدنت، ولا كان العكس it was necessary خصني ندير need to. اوكي ولا شي مثلا في بلاصه هذيك wasn't far كاينه was far يعني كان بعيد. اوكي وما عندهاش وقت، she didn't have plenty of time، راه غادي ندير she need to have taken taxi. اوكي هنايا دور ديال needn't في الباست بطبيعه الحال، والفانكشن ديالو هو absence of necessity. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس بشكل جيد، وصراحه سي بالنسبه للمودلز هو فريق كيتعلق فقط بالبراكتيس. شحال ما خدمتي التمارين اكثر شحال ما غادي تفهمهم اكثر، ولهذا غادي نخليكم مع واحد التمرين، التمرين رقم واحد fill in the gaps with may ولا must ولا can't. غنخليكم تقريبا 8 ديال الجمل غادي تعمروهم يا اما may ولا must ولا can't. اوكي نخدم معكم الجمله الاولى والثانيه ونخليكم مع البقيه. مثلا that's the phone ringing، التليفون كيصوني. اوكي ايت واش عندي روم ماي ولا ماست ولا الا درنا ايت ماي بي جون يعني يقدر يكون جون، الا درنا ايت ماست بي جون يعني اكيد انه جون، الا درنا ايت كانت بي جون يعني من المستحيل يكون جون. ولكن شنو اللي يخلينا ندير وحده من هذه وهي الجمله المواليه، هي اولويز كولز ات ذيس تايم افري ماندي، دائما كيعيط في هذه الوقيته نهار الاثنين. يعني حنا لنفرض اليوم هو الاثنين، هو تقول دائما كيعيط في هذه الوقيته هذه، يعني واش عنديرو اكيد انه جون ولا يقدر يكون جون ولا مستحيل يكون جون. اكيد عنديرو اكيد انه جون مادام هو دائما كيعيط في الوقت، اذا عنديرو it must be جون هي الصحيحه، وهذا هو الديداكشن. نشوفوا الاكزامبل نمبر 2 او الاكسرسايز نمبر 2. ناديا از اونلي 10، ناديا عندها فقط 10 سنوات، عندها 10 سنوات وقالنا شي بيماريد، واش عندي تقدر تكون مزوجه ولا اكيد مزوجه ولا مستحيل مزوجه؟ يعني هذو العبارات اللي كنقول دابا هما اللي نبغيكم تخدموا نهار الامتحان الوطني باش تجاوبوا بشكل صحيح. اذا ناديا نادر عندها 10 سنين. اوكي اللوجيك كيقول لي مستحيل شي كانت بيماريد، مستحيل انها تكون مزوجه، يعني بلا فلسفه بلا ما نقولوا راه شي راه كاينين شي بنات كيدوروا على 10 سنين ولا على 11 ولا 12. ناو وي توك اباوت لوجيك، القانون يحرم. اوكي لا ما كانش البنت عندها 18 عام ما يمكنش تزوج. اوكي هنا عندكم في هاد جوج جمل، وغنخليكم مع بقيه
الجمل باش تدربوا عليكم، دربوا عليهم ودوزوا مباشره للتمرين الثاني باش تدربوا على المودلز اوف ديداكشن ان ذا باست، اوكي، وتخدموهم بطريقه سلسه وتحاولوا اللي يحتاج اي او ما فهمش، اوكي، يعني الاسئله اطرحها على القناه وراه غادي نجاوبكم في اقرب وقت ان شاء الله. وكنتمنى لكم كل التوفيق، وسلام الله عليكم. See you later.